أقدم لكم نفسي متطوعة على ربة بيت. اليتيم، اليتيم كلمة توصف إنسان لا حول له ولا قوة. يمكن يكون مشروع مجرم، ويمكن يكون إنسان ناجح حسب الإيد اللي راح تمتد إليه. ممكن تكون إيد خيرة مثل إيدين حضراتكم، ممكن تكون إيد شريرة. أنا أم ربيت أولادي إلى أن وصلوا لأعلى الشهادات، وجود أبوهم، وأعرف شنو معنى احتياج الأبناء للأب وكل مراحل حياتهم. راح أحكي لكم شوية عن تجربتي ويا فريق نادي العراق. أنا ربة بيت تقليدية، حياتي هي بيتي وعائلتي، وكان عندي فراغ كلش هواية بعد سفر 2 من أولادي. كنت حابة أخدم هذا البلد، بس شلون بأي طريقة وين ما أعرف. وبيوم طلعتي بنتي تسوي لي حساب على الفيس، فعلا دخلت على الفيس وتعرفت على فريق هنا في العراق. من خلال الفريق تعرفت، خلال البيت تعرفت على أعمالهم، وشفت كم العطاء الإنساني اللي قدموه ومساعدتهم للأرامل والأيتام. وبيوم قررت أن أطلع من بيتي وأروح أتطوع لخدمة الأيتام. بعد ما شفت على البيج مهمة امرأة عندها 16 يتيم، نعم 16 هي الوحيدة لهم. فعلا من ذاك اليوم دخلت للفريق، كنت أول مرة محرجة يعني وخايفة، يعني دخلت شفتهم كلهم شباب وشابات، يعني يا ترى هل راح يتقبلوني؟ عطائي راح يكون قد عطائهم؟ بس الحمد لله والشكر الشباب كلهم رحبوا بي واستقبلوني، ومن ذاك اليوم بدأ مشواري في فريق بناة العراق. فريق بناة العراق يرعى الأيتام بعدة فعاليات، منها عيدية يتيم، الحقيبة المدرسية، حقيبة الأمنيات، سفرات الترفيهية، حملة 3-10. أحكي لكم على عيدية يتيم. بيوم من الأيام دخلت سيارات الجمعية وهي مليانة بالأطفال من أطراف بغداد، أطفال أيتام طبعاً من أطراف بغداد، هم وأمهاتهم دخلوا لقاعة كبيرة. كانت ملابسهم قديمة، كانوا مستغربين المكان. دخلوا وبدوا متطوعين يدرون لهم الملابس مال العيد، وكل طفل يختار اللون والموديل اللي يعجبه. لفت انتباهي طفل من بين هاي الأطفال، أول ما لبس الملابس قام يدوم بالمزهر ويلعبوا، وكان كلش فرحان بملابسه. وفجأة باوع علي وإجا ركض وحضني وقال لي بيبي أحبك. الأم والبيبي هي هاي الكلمتين اللي حددت دوري بالفريق. وحاليا أنا أم 240 متطوع ومتطوعة. مستحيل لو صار سهل وهين.
حملت الحقيبة المدرسية، أخذنا في يوم الأطفال حتى نشتري لهم ملابس المدرسة والجنطة المدرسية. لاحظت أن كثير من الأطفال الأيتام ما يدخلون المدرسة، لأن اليتيم ما له حق في المدرسة. اليتيم لازم يشتغل حتى يعيش أهله، واللي يروح للمدرسة يشوف الكل علاقة، وهاي العلاقة نفسها اللي أخوي بيها بالسوق حتى يجيب لهم عيشة. كل المقصود من هذا الحكي وهاي القصص والحسرات والألم إن هذول الأطفال اللي أعدادهم وصلت إلى 5 مليون يتيم والعدد قابل للزيادة، إذا أنت ما مديت إيدك لهم شو راح يكون مستقبلهم؟ مستقبلهم أكيد راح يضيع وحياتهم تنتهي. فساهم، ساهم بأن تخلي مستقبل البلد أفضل. يتيم بمستقبل أفضل يعني عراق أفضل. وشكراً.